والناس حادث وقع البارح. انت الناس ما فهموش، شافوا الفيديو ما عرفوش اشنو وقع من بعد. هنا ما كنعرفوا نهضروا وقع عندهم مع الناس واش في حاجه. بصح 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 المهم دروك انا كاش المهم دروك انا واحد وهز الاخر واش شي حنا اللي بغينا. ولدي راني عندي وليدات، راه انا شفت ولادي تماك ما يمكنش، ولو كاع ما عنديش ولادي راه اي ولد في الزنقه غتشوفو راه غتحس بداكشي اللي انا حسيت به. راه ما يمكنش ولو ما يكونوش عندك ولاد، راه الدراري الصغار كلهم بحال بحال. لا يا كيفاش وقع، انا شفتهم في الاول في الماء فاش كنا في البحر. وليداتي في الماء كنعوموا وكانوا كيعوم حدايا. اييه كان كيعوم. شفت واحد المنظر، اي شفت المنظر مع داك الوليد، انا ما استوعبتش في الاول شنو شفت. اييه صافي بقيت واقفه في بلاصتي باقي كنشوف فيه. شجر واحد الوليد اخر وضربوا قدامي نيت، ضربوا في وجهه قدامي الضربه. واحد الوليد اخر كان معاه هم مجموعين. نعم. ما عرفت الصراحه السبب، انا ما سمعت حتى شي حاجه وما عرفت. هي ديك الوقيته انا فاش توكيت دقيت شي حاجه ماشي هي هذيك. اييه نعم صافي بقيت واقفه هو جر الوليدات خارجين، قلت غنتبعو نشوف اشنو كاين، الا معاه شي حد من العائله نهضر معاه حيت باين ماشي باباهم. وقلت ليك اما شي حد من العائله ولا راه كيتصرف معاهم تصرف خايب، زعما نعلم شي حد معاه. انا منين راجعه للبلاصه كنلقاه غير صدفة انه جلس قدامي، انا ما شفتوش ديك الوقيته، يمكن كنت كنعوم فاش جاو ماتيك سات انا ما شفتهمش. رجعت لبلاصتي كنلقاهم فرجتي قدامي 10 نتاع الوليدات. الله 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 الوليدات صغار وفيهم شي يمكن ثلاثة الدراري كبار يمكن ولا شي حاجة. نعم. هذوك الصغار كان 6 سنين 7 سنين حتى 10 سنين تقريبا. نعم. وكلهم وليدات غزالين عاطين الله يحفظهم لوالديهم، زعما زيونين دوك الوليدات مأدبين مربيين زعما. نعم ما شاء الله صافي. ديك الوقيتة حنا فاش جلست نعاود سميتها لي معايا تنقول لها شوفي راه شفت شفت، انا ما متيقاش اشنو شفت. تنقول لها راه ما عرفتش، كتقول لي حسيت قلت لها والله الا صافي انا كذبت عيني واحد الوقت كنقول يمكن راه ياك ما هي شي حاجه هكذا دازت، انا ما نتابعش ما بقيتش قدرت نستوعب اشنو شفت. باقي انا كنهضر انا وياها جا واحد الدوسه في التليفون هو يمشي ويتكفى في البلاصه اللي مشدود فيها هذاك الفيديو. هو يعيط لهذاك الولد اللي كان معاه في البحر الداخل. أيه. هذاك الولد نفسه جا هو يتكي حداه يعني الفيديو راه غتكونوا شفتوه، غير هو قبل ما هذاك الفيديو تداروا حوايج اخرين بدل ما حنا نستوعبوا باش نهزوا التليفون نصوروا، يعني تداروا حوايج اخرين قبل. الله. ما نقدرش زعما نستر لي التفاصيل. انا تنقول غادي نوض دابا نطلع عند البوليس والناس اللي كيقولوا لي علاش ما تهجنتيش عليه اشنو غنستافد، غنوقف عليه على اساس انهم دوك ولاد فراس كلهم كيخافوا منه. كيخافوا منه لواحد الدرجه ما كتصورش. وكيضربهم بالعصا راه لقاو عنده كابل باش كيضربهم. واخا تنقول دروك انا كنا ما معايا حتى واحد، كاينين حنايا جوج عيالات بوحدنا معنا وليدات صغار. نوض تهجم عليه اشنو غنستافد، ما غنستافدش حاجه. تماما فعلا سارتها غادي يخرج بحال انا كاع ما كنت عارفه لا شكون ولا شنو عنده شي افير ولا شي حاجه. واو. انا كيفاش فكرت قلت لها عارفه شكون ديك التليفون صوري قلت لها باش نبقى ما نقول للبوليس ما عارفه اش بغيت نقول لهم. نعم. ديك الساعات باش دينا حنا التليفون صورنا هذيك اللقطه. اييه وباش نقول لك حنا راه ما كنا راه ما حطينا الفيديو في حتي شي جروب، ما حطيناه في حتى شي منصه، ما حطيناه في حتى شي بلاصه. ديريكت البوليس. حنا ما نشرناه حتى واحد. براف. ما عرفتش انا كيفاش انتشر باش يقولوا لك الناس لا درتو على قبل زعما فتحتو الدراري. لا 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 ما كايناش البوليس هذا. نهائيا النيه تاعتنا بحال هكا. حنا فقط غير باش ملي بغيت تطلع تهضر تعرف اش بغيتي تقول، الا انت ما تيقتيش راسك غيتي واحد اخر ثاني شفتي بعينك وما تقتيش. صافي باش نقولوا على ديك الساعه البوليس قالوا لي هاد الوليدات اش كيجيو، قالوا انا مغطير ديالهم يمكن ولا شنو. ديك الساعه داو لي ديك الساعه البوليس بلاص ما كيناش ميم با تنقول لي قل من دقيقه داكشي وقع في هادشي كامل. ماشي مؤطره هادي ما كاينه حتى شي مؤطره، اولا هما كارين ابارتمون ماشي مخيم، هو اصلا هو ابارتمون كاين غير هو ومرتو ويمكن شي ولد وكاين، وكاينه هاد موت الولد اللي وقع ليه المشكل. كاينه كايت عند البوليس كنقول لهم راه انا راه خطيبي راه خاطبني، والدراري مساكين اللي كيعاودوا لي كيقولوا لي لا راه يمكن عندها علاقه معاه. ما عرفتش اخويا حنايا الفيديو عند البوليس فقط وعند خط واحد الوليد من هادوك باش يجيو يديو ولادهم. صافي غادا الولاد الصغار بقاو بوحدهم هنا، وتلاقيت مع واحد الوليد حتى ديك الليله الدراري بعدا ديك الوقيته فاش كانوا في البحر ميتين مساكن بالجوع ما لاقيش ما ياكلوا، بقاو غير ما كاينش اللي عندهم.